إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. اليوم ليس شرح مواقع ربحية ولا المواقع الاستثمارية، ولكن سأريكم طريقة لحل مشكلة الكاباتشا أو تخطي الكاباتشا بدون برامج ولا أي شيء. الأكثر منكم يقع في مشكلة تخطي الكاباتشا وصعوبتها، والسبب إخوتي السبب سهل جدا، أن الأشخاص عندما يدخلون إلى متصفح جوجل كروم يقومون بالتسجيل في منتجات جوجل. ها هي منتجات جوجل: جوجل بلس، جوجل دريف، أجندا، اليوتيوب، جوجل بلاي، والإيميل جيميل. إخوتي عندما تتسجلون في هذه المنتجات لجوجل ثم تدخلون إلى حساباتكم ثم تقومون بتخطي الكابتشا لا تعمل أبدا. إذن الطريقة الصحيحة لحل مشكلة الكابتشا إخوتي: استعملوا المتصفح، لا تدخلون منه إلى حساباتكم في اليوتيوب ولا جيميل ولا جوجل دريف ولا أي حساب. مثلا أنا سأعطيكم مثال، أنا أستخدم جوجل كروم للدخول إلى المواقع الاستثمارية أين يوجد التسجيل بالكاباتشا، ولكن لم أقم بالدخول إلى حسابي في اليوتيوب في هذا المتصفح ولا الإيميل. عندما أريد أن أدخل إلى قناتي في اليوتيوب أو الإيميل أستعمل كومودو، هذا المتصفح وهذا هو انظروا الإيميل وهذا حسابي على اليوتيوب، دخلت بالحساب. سأريكم أن ما قلته صحيح. سنأخذ مثلا هذا الموقع لتصفح المواقع الروسية، نأخذه هكذا، نضعه هنا، نقوم باختصاره، نذهب إلى كومودو، أين أدخل إلى حساب في اليوتيوب وحساب الجيميل، نضعه هنا، نطار أنه لن نتخطى الكابتشا، انظروا. سأريكم بأن عندما تدخل إلى حسابك في أي منتجات جوجل لن تتخطى الكابتشا، هكذا انظروا. نقول هنا السيارات، انظروا كم هي صعبة الكابتشا. لأني دخلت إلى حساباتي في منتجات جوجل كروم، الجيميل واليوتيوب والجوجل دريف، هكذا. انظروا إخوتي، كليك هنا تو كونتينيو، الآن يعمل. لو نعيد الكرة، انظروا إخوتي مرة ثانية لا يريد أن يدخل، يقول الكابتشا ليست صحيحة وهي صحيحة. لو نذهب إلى جوجل كروم ونأخذ نفس الرابط هكذا، نعيده عدة مرات وتدخل بكل سهولة، انظر، لأني في هذا المتصفح لا أدخل إلى حساباتي في منتجات جوجل،
اليوتيوب ولا أي منتج. طلع قليلا الانترنت ضعيف فقط. انظر انظر الكابتشا سهلة. انظر هاي الكابتشا سهلة جدا. نعيد الكار. جوجل كروم استعمله لدخول المواقع والتسجيل فيها. أين توجد الكاباتشا؟ ولا أتسجل به في منتجات جوجل. تاكسي انظر إذا إخوتي استعملوا متصفح للعمل على الإنترنت والتسجيل في المواقع والعمل على الروابط المختصرة. هذا ذلك سهل جدا. ذلك المتصفح استعملوه فقط للربح من الإنترنت، تصفح المواقع وأيضا اختصار الروابط، ولا تدخلوا في المتصفح إلى حساباتكم في اليوتيوب أو الجيميل أو الجوجل درايف. أنا مثلا أستعمل جوجل كروم للتسجيل في المواقع والعمل على الروابط المختصرة، وعندما أريد أن أدخل إلى قناتي أو إلى الإيميل أدخل إلى متصفح كومودو. يوجد أيضا متصفح فايرفوكس وعدة متصفحات. إخوتي أظن أن الشرح واضح. أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.